أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة والطالبات أهلا بكم. النهاردة أكون معكم في شكل نموذج امتحان تجريبي ثانوية عامة بشكل المواصفات المعروفة في السنين اللي فاتت. بس عايز أكد حاجة، أولا أن امتحان الجغرافيا جزء كبير منه محتاج معلومات عامة فما تقلقش جدا، وبعدين بتقسم عندك الامتحان لأربع أسئلة، ابدأ جاوب على أي سؤال، بس تكتب إجابة السؤال الأول وإجابة السؤال الثالث، رتب السؤال اللي أنت عايز، اقرأ السؤال على مهلك جدا وفكر قبل ما تكتب الإجابة بتاعتك، ومن حقك تسيب فراغ تحت الإجابة عشان تضيف أي حاجة قبل ما تخرج من الامتحان، بحيث إن أنت ما تسيبش أي سؤال إلا ما يكون بجاوب إجابة كاملة. طبعا أكيد إن الجغرافيا عايزة مهارة الخريطة، وانت بتذاكر قبل الامتحان لازم تكون قصاد خريطه مصر وحوض النيل، هساعدك جدا جدا في الاجابه عن عدد اسئله كتير قوي. وان في نفس الوقت وانت بتذاكر الخريطه بتفهم سؤال اللي هو هيجي لك توزع على الخريطه او تفهم الخريطه، فانت كده ذاكرت سؤال هيجي لك في الامتحان ان شاء الله. بالمناسبه الكتاب طبعا هو مش كبير الحمد لله، يعني يعتبر صفحاته قليله جدا. ركز على حوض النيل لان هو جزء مهم جدا في الكتاب، ركز على نشاط الاقتصاد في مصر، وبعد كده كله هيبقى جميل جدا جدا. الامتحان أربع أسئلة إجباري على 60 درجة، كل سؤال 15 درجة. ما تقلقش خالص، هتاخد حقك وزيادة، لأن مش ممكن واحد ينقص درجة إلا إذا كان فعلا نسي يكتب إجابة أو غلط غلطة ما تصححش. فهنشوف دلوقتي مع بعض الأسئلة ونحاول نجاوب عليها، وإن شاء الله الإجابة تكون موجودة في جريدة أخبار اليوم، ارجع لها في أي وقت وربنا يوفقك بإذن الله وسنة سعيدة إن شاء الله. نبدأ. هو طبعا في تنبيه موجود في أول الصفحة بيتكتب لما يكون في صواب وخطأ هي الإجابة الوحيدة اللي تكتبها هي اللي تصحح. للأسف لو قلت إجابتين الأولى بس اللي تصحح، فأرجو من أي طالب أو طالبة ما يقولش إلا إجابة واحدة فقط بعد ما يكون متأكد من الإجابة دي. طبعا إحنا حددنا لكم أهو أجمع أسئلة فيها أن كله إجباري. السؤال الأولاني عليه 15 درجة. ألف، حدد أي العبارات الآتية صحيحة وأيها خطأ مع ذكر السبب في الحالتين. لما نقرأ العبارة لازم نفكر إن ممكن تحتمل الصح أو الخطأ، فلازم أكون على مهلي جدا وأنا بجاوب. واحد، تدخل الواحات الداخلة والخارجة ضمن حوض النيل. لو أنت مذاكر الخريطة هتكتشف طبعا إن العبارة خطأ، هكتب العبارة خطأ. طب ليه خطأ؟ لأن حدود حوض النيل الغربية تقع شرق الواحات. طيب عايز تقول إجابة تانية؟ ماشي. لأن الواحات الداخلة والخارجة لا تحصل على ماء النيل ولا تربط النيل ولا تنحدر جهة النيل، فإزاي تدخل ضمن حوض النيل؟ يبقى أنت متأكد إن إجابتك العبارة خطأ. تعد مصر هبة النيل الأبيض. وفي ناس فاكرة إن النيل طالع من يعني بينحدر من جنوب الشمال فإحنا بنكمل النيل الأبيض. لا، هنا بيقول تعد مصر هبة النيل الأبيض، فالعبارة خطأ لأن مصدر الماء والتربة في مصر النيل الأزرق وليس الأبيض. وانت درستها وانت بتاخد موارد المياه ان تقريبا 54% من ماء النيل في مصر بيأتي النيل الأزرق بمفرده، يبقى بردك العبارة خطأ. مصر هبة النيل الأزرق، وعايز تقول إجابة لأن النيل الأزرق مصدر الماء والتربة لمصر. بالمناسبة كده اتنين غلط عشان تقولش ان في واحدة غلط واحدة صح زي ما الطلبة يعملوا بتوع إعدادي. لا، انت في ثانوي فكر ممكن يكون واحد اثنين ثلاثة غلط أو واحد اثنين ثلاثة صح، فمش حاجة اسمها صح وغلط زي إعدادي أو ابتدائي. ثلاثة، يطلق على الحدود الغربية والجنوبية لمصر حدود سياسية فلكية. لو أنت مذاكر الخريطة تقول العبارة صحيحة، لأن الحد الغربي يسير مع خط دور 25 درجة شرقا، طبعا ده حد فلكي، والحد الجنوبي مع درجة عرض 22 درجة شمالا وهو أيضا حد فلكي، يبقى العبارة صحيحة. طبعا الشمالي مع البحر المتوسط مش ممكن يكون فلكي، والشرقي مع البحر الأحمر مش ممكن يكون فلكي. تكسر الثغرات والفتحات في حافة الصحراء الشرقية المطلة على النيل. أيضا العبارة صحيحة. لو بصيت للخريطة بتاعت الصحراء الشرقية هتلاقي الهضبة في تعاريك فيها في الحافة المطلة على النيل. دي ثغرات أو فتحات. يبقى العبارة صحيحة لأنها عبارة عن مصبات أودية قديمة. من فوق جبال البحر الأحمر كان بينزل المطر على هيئة نهر، طبعا كان بينحت عشان يوصل لسهل المنخفض، فكان بيعمل ثغرة أو فتحة. أما الصحراء الغربية مفيش الحالة ديت لأن مفيش أودية جافة في الصحراء الغربية. النقطة الخامسة والأخيرة، يقصد التوسع الأفقي في الزراعة زيادة غلة الفدان،
اعتقد يعني حتى لغويا الافقي دي مش معناها غلط الفدان، لا، العباره خطا، يقصد بالتوسع الافقي زياده المساحه الزراعيه. طب ايه هو زياده غلط الفدان؟ ده توسع راس. الف ده عليه 5 درجات، نص عشان تقول خطا او صواب، والنص عشان تفسير، فانت هنا ممكن تختصر الاجابه، مش لازم تقول شرح كتير في هذا السؤال. يبقى كده خلصنا الف. ندخل على ب. السؤال الاولاني كان موضوعي، السؤال الثاني او ب مقالي، يعني يحتاج شرح كتير شويه. فكر برضك في السؤال على مهلك وانت بتكتب، وسيب مسافه عشان تكتب اكتر، ما تدخلش تحط الاسئله ورا بعضها. بما تفسر انشاء سد سنار على النيل الازهر؟ على فكره طبعا هو في المنطقه دي. تم اختيار سد سنار وهو سد تخزين سنوي او موسمي في اقرب نقطه لارض الجزيره، طبعا في السودان. المطلوب زراعتها قطن لانه هيحجز جزء من ماء النيل الازرق امامه، ثم يستفاد منها بعد انتهاء الفيضان لري اراضي او ارض الجزيره اللي هي بين النيل الازرق والابيض. وكان مقدر ان يكون المساحه 300,000 فدان، لكن استطاعوا ان هم يستخدموها في ري 1,000,000 فدان. وده السر، انا بنيته في المكان ده لاقرب نقطه لمنطقه ارض الجزيره لزراعه هذه المنطقه قطن، ودي كانت من اشهر مناطق القطن في الوطن العربي بعد طبعا عندنا القطن في مصر. نمرة 2، يصعب بما تفسر يصعب التنبؤ بالاحوال الجويه في مصر. دي معلومه طبعا معروفه، احنا في وقت من الاوقات نلاقي حر شديد، بعد كده الحراره انخفضت، بعد كده في سحاب، في امطار، في رياح خمسين. فافكر ايه السبب؟ ممكن اكتب راس السؤال الاول، يصعب التنبؤ بالاحوال الجويه في مصر نظرا لتعرض مصر للانخفاضات الجويه التي تعمل على جذب الرياح من جميع الجهات. فاذا جاءت من فوق البحر المتوسط تسبب تكون السحب وسقوط الامطار الشتويه، وده بيحصل في فصل الشتاء او ممكن من نوفمبر لحد فبراير. ايضا يمكن ان يجذب المنخفض الجوي رياح من فوق الصحراء الغربيه او ممكن تقول الصحراء الكبرى، فيعمل على رفع درجات الحراره واثاره الرمال والاتربه، وهو المعروف برياح الخماسين. في اي وقت في السنه ما عدا فصل الصيف بيحصل فيه اختلاف في درجات الحراره واختلاف في تكون السحب واختلاف في كميات الامطار نظرا لتعرض مصر لانخفاضات جويه، ولذلك يصعب التنبؤ بالاحوال الجويه في مصر. السؤال الثالث، اختلاف نظام الصرف في داخل الدلتا. طبعا النشاط الزراعي في مصر يحتاج ري وصرف. بالنسبه للدلتا فيها امر خاص بيها، ان هي قريبه من البحر المتوسط، ان هي انحدارها ضعيف ناحيه البحر المتوسط. فاحنا بنقول ان في حاجه اسمها خط كنتور 5 متر اللي هو بيرتفع عن البحر ب5 امتار. جنوب هذا الخط يعني حد مثلا القاهره بيستخدم نظام الصرف المغطى، يبقى المصارف تحت الارض، لان الجزء ده عظيم الخصوبه ولذلك لا يمكن الاستغناء عن اي شبر فيه، فما فيش صرف فوق الارض لارتفاع قيمه الارض الزراعيه جنوب الدلتا. اما شمال الدلتا هناك ارض ملحيه ضيقه المسام، فيستخدم نوعين من الصرف، اما صرف مكشوف او صرف بطلمبات بتسحب الماء من الارض لتلقيها في البحيرات او في البحر المتوسط، وذلك لضعف انحدار الارض شمال الدلتا او لضيق المسام بها. يبقى في نظامين الصرف مغطى في الجنوب ومكشوف او طلمبات في الشمال. وبكده خلصنا نمره ب في السؤال الاول، وده على فكره عليه 6 درجات، كل جزئيه عليها درجتين، فاكتب براحتك وعلى مهلك هتاخد الدرجات كام. نمره ج، الخريطه بتاعت حوض النيل امامك، ودي بتيجي كل سنه ما تقلقش يعني. مطلوب 4 معلومات، كل جزئيه عليها نصف درجه فقط، فما تقلقش يعني، فكر على مهلك وتعرف عليها. في هنا مثلث مكتوب عليه نمره 1 جبال، طبعا هي جبال رونزوري المشهوره في منطقه هضبة البحيرات. نمره 2، نهر هو قصير، ده بحر الزراف.
واضح طبعا ان هو قريب من بحر الجبل يعني عشان ما تلخبطش فيه. نمره 3 وحاله تانية مشهوره جدا. نمره 4 الوادي الوحيد اللي موجود عندك في الخريطه في الكتاب وادي الملك او ممكن نقول وادي الملك اللي هو بينحدر ناحيه النيل النور. كل جزئيه عليها نصف درجه. لو انت غلطت في واحده منهم بين قوسين اكتب كلمه ثانيه مش مشكله، انما صح وغلط لازم تكون اجابه وحيده. يبقى كده انت خدت الدرجات بتاع السؤال الاولاني، تطمن على نفسك تدخل على السؤال الثاني وانت مستريح.